كل واحد يعرفني من اللي زي لازم نعلمه حاجة جديدة. فما اللي علمته كيفاش يجيب أفكار متاع دي بروجي وكيفاش يخرج الكرياتيفيتي اللي فيه وكيفاش ينحي الحشمة متاعه. فما زاد اللي علمته البابليك سبيكينج، كيفاش يوصل أفكاره بطريقة بروفيشنال وأتراكتف من غير حتى خوف ولا تراك. فما اللي بدأ معايا بروجي مسفر وتعلم ليزيتود اللي لازم يعملهم قبل ما يلانسيه، وحتى كي ينجح البروجي نكمل معاه للاخر باش يعرف كيفاش يخلي البروجي متاعه يبقى ديما ناجح. I show him شنو steps اللي لازم يتعدى بهم، كيفاش يعمل البزنس بلان ولا البي ام سي، كيفاش يعمل الماركتينج للبروجكت متاعه، وكيفاش يولي يدخل فلوس بطريقة انوفانت. معايا انا تتعلم كيفاش تجاري وقتك، كيفاش تجاري ستريس، كيفاش تخدم اون جروب وتندقري روحك دونز اون ايكيب. ونعلمك زادة how to be a leader. leadership ماهيش حاجة سهلة وباش تولي leader نهار آخر come to me and I'll show you the way. وتوا كان نحكي لكم شوي على روحي الاشال ناسيونال، ربحت مرتين الكومبيتيسيون وطلعت لواشنطن والمكسيك. الكومبيتيسيون هذه تصير كل عام ويختاروا فيها أحسن إيدي دو بروجي، وكانت الفكرة متاعي أحسن فكرة في المرتين ذوكم. أنا مانيش عبد بركة، انا اي فورم تاع ايكيب، انا اكثر من 10 سنين اكسبيرينس، انا خدمت على اكثر من 15 بروجي، انا الهارد وورك، انا اللي نعشق التشالنجز، انا